دشنت شؤون الجمارك أربعة مراكز خدمة عملاء عبر موقعها الإلكتروني، وهي مركز خدمة العملاء عن بعد، ومركز التخليص الموحد، ومركز الخدمات الشامل بالشحن الجوي، ومركز تفتيش المسافرين بإدارة جمارك المنافذ البرية. وحول هذا الموضوع سرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد محمد العامري، رئيس فرع الخدمات الجمركية في شؤون الجمارك. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. بداية، ما طبيعة عمل هذه المراكز الأربعة؟ يا هلا بك، مرحبا، يا هلا بك. طبيعة العمل، طال عمرك، تقديم الخدمات لإنجاز المعاملات التجارية والعمليات المتعلقة بالعملاء، وتسهيل التسهيلات الإدارية والمشتركة للجهات الرقابية ذات الصلة بهدف تسهيل وتسريع عمليات التخليص وضمان سير العمل بكفاءة فعالية والسرعة المرجوة. نعم، ما أبرز أهداف تدشين هذه المراكز؟ تهدف شؤون الجمارك للارتقاء بالخدمات الجمركية المقدمة عبر مراكز الخدمة، باعتبارها الواجهة المباشرة مع الجمهور، ومركزة جهود الحكومة الرامية لترسيخ ثقافة خدمة العملاء. نعم، السيد خالد محمد العامري، رئيس فرع الخدمات الجمركية في شؤون الجمارك، شكرا جزيلا لك.